السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا مع الكاظم جعفر حاج حمد. الكاظم في مخيم ود الرملي. فين هو؟ ريفي بحري ولاية الخرطوم. كم كيلو من ولاية الخرطوم؟ 60 كيلو تبعد من الخرطوم، 60 كيلو شمالا. 60 كيلو شمالا. كم عدد الناس اللي موجودين هنا؟ عدد الناس الموجودين الآن حوالي 425 أسرة موجودة داخل المخيم والرملي للمتضررين. أوكي. حم النساء وحم الرجال؟ والله يعني على ما أعتقد يعني هو يعني عمل شغل بشنو بالتناسب، باعتباره إنه تقول 212 أسرة. 12 أسرة. أيوة. حريم زايد شنو زايد نساء، يعني العدد الكلي بتاع المتضررين في منطقة وضرملي 425 أسرة. محتاجين إيه هم؟ والله حوجاتهم يعني بتعايل للحوجات شنو، الناس بتعايل للحوجات الكبرى، يعني ما بتعايل للحوجات شنو خيام وأكل وشراب وحاجات زي دي، هي ما بتعايل شنو، ما بتعايل للحتة دي. يعني عبركم عبر منظمة الإقاصة الإسلامية، يعني نحن بنتمنى وبنناشد، ويعني ان شنو عملوا لنا عندنا مخطط سكني اللي هو شنو موجود الان. المخطط السكني بيفتقد لشنو؟ بيفتقد للمويه، بيفتقد للكهرباء، بيفتقد للبنيان. يعني الناس لما اتدمرت في منطقه وضرملي اتدمر الدمار كامل شامل، فانسان وضرملي بدا من الصفر. انسان وضرملي يعني الان هو باعتباره شنو يعني انسان مزارع. الفيضان غمر شنو؟ غمر كل الزراعة، كل المنازل، كل أي يعني دمر أي حاجة نهائيا. فيعني عبركم نحن نناشد الخيرين ونناشد منظمة الإقاصة الإسلامية وكل المنظمات في بقاع العالم على أساس إنه شنو؟ لو تكرموا لمواطن وضرملي، لو أي إنسان بغرفة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمك إيه؟ اسمي عبد الرحمن مصطفى. هل صوتك؟ اسمي عبد الرحمن مصطفى. طيب. ساكنين وضرملي. يعني الماء السيل دمر اي شيء، ما خلى لنا اي حاجه، حتى البهائم دمر، حتى البهائم ذات دمرها، البيوت، المأكلات، السكن كله دمروا، ما خلى اي حاجه، وقاعدين ترجين المخيم قاعدين. كم اسبوع بقالكم؟ والله لنا شهر ولنا 42 يوم. ست اسابيع يعني. هاي ست اسابيع. احتياجاتكم ايه؟ والله يا اخي يا شايف انت براك ظلمات وحاجات، ما في اي شيء يعني ناقص، ما بقول لك شيء حاجه تام، اي حاجه ناقصه، حتى بالمواد حق الاكل الشراب المطابخ ما في، ناس بتجيب حاجه ضعيفه. نعم. ما بتجيب حاجه كمبيوتر، بس مطعم ذات كويس ما عندنا. يسوي النسوان يوم، يسوي الرجال يوم، حاجه يعني ومن جيبهم هنا. هاي العيش ذاته بيجيبوه ياخذوه، يجيبوه اخونا ذا بيجيبه من السوق، ياخذوا من السوق ويجيبه هنا، نحن ناخذ هما كم مشان احنا فيهم الساعة 4 ما بنلقى عيش. نقوم من الساعة 3 عيش ما بنلقى، لكن هو ده بجاسب بيجي بيجيبه لنا هنا ناخده منه بحقه، بيجيبه بحقه واحنا بناخده منه. طب انتوا محتاجين ايه بقى؟ محتاجين اي حاجة. محتاجين اي شراب والسكن واي شيء والموية، كله محتاجينه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما سمعنا اخونا بيكلم عبد الرحمن. عبد الرحمن مصطفى. مصطفى بيتكلم عن احتياجات الناس اللي موجودين هنا بقالهم 40 او 42 يوم في المخيم ده. هي بس مجرد خيمه موجوده بتأوي الناس وتحافظ على جزء من كرامتهم، اما الاكل والشرب زي ما انا وريتكم قبل كده، هو اللي هو الحمامات اللي موجوده في الخلف، حمامات في واخد بالك، فالمياه النظيفه الصالحه للشرب، الاكل مفيش مدارس طبعا، مفيش، وزي ما اخونا الكاظم اتكلم عنهم عايزين يعملهم مساكن ايواء في المستقبل ان شاء الله، المستقبل عشان يكونوا كلهم موجودين فيها ويرجعوا، لان هم كلهم فلاحين محتاجين يروحوا لاراضيهم. زي ما اخونا عبد الرحمن اتكلم وقال ان كل حتى البهايم والمواشي كلها نفقت والعياذ بالله. فطبعا السودان مش على خريطه العمل الدولي وللاسف الاعلام ما بيغطيهاش كتير، لكن ده حاله الناس في احد المخيمات من مئات او الاف المخيمات اللي موجوده داخل السودان، لان الفيضان غطى 17 ولايه من 18 ولايه منذ اكثر من 6 او 7 اسابيع، وما زال المجتمع الدولي والعالم كله لا ينظر للسودان نظره يعني في حافظ فيها على كرامته ويحافظ فيها على كرامه الشعب بتاعته. ونحن محتاجين الى الدعم السريع لهؤلاء الناس.
جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.